أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد مشتركي الإنترنت عن طريق الIDSL إلى 9.5 مليون مشترك في يونيو 2021 مقابل 8 ملايين مشترك في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة قدرت ب 18.9%. أظهرت بيانات الإحصاء أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ 59.7 مليون مستخدم في يونيو من 2021 مقابل 41.8 مليون مستخدم في يونيو من عام 2020 بنسبة زيادة 42.8%. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات تعاملات جلسة بداية تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء من قبل المتعاملين المصريين. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالسوق ما قيمته 6 مليارات و600 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 669.6 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إيجيكس 30 عند مستوى 10043 نقطة مرتفعا بنسبة 0.8% ليصل إلى 10123 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1911 نقطة مرتفعا بنسبة 4.8% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة. كما فتح مؤشر EGX 100 عند 2835 نقطة مرتفعا هو الآخر بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2923 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و6 قروش للشراء و19 جنيه و17 قرشا للبيع. أما بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و41 قرش للشراء و19 جنيه و53 قرشا للبيع، وذلك في حين وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 23 جنيه وقرش واحد للشراء و23 جنيه و15 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و19 قرش للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع، وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و7 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش للبيع. في أسواق المال الخليجية، أغلقت البورصة السعودية على انخفاض وسط ضعف من أسعار النفط والتي اختتمت في الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ فبراير في ظل مخاوف من ركود محتمل قد يؤثر على الطلب على الوقود. تراجع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.6%، كما تراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.36%. أما في بورصة مسقط، فهبط مؤشر السوق بنسبة 28%، وتراجع مؤشر البحرين العام بنسبة هامشية بلغت 1%. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والمال. أعود من جديد لاستكمال ما تبقى في هذه النشرة مع الزملاء. شكرا لك مصطفى ميزار.